حياكم الله. حلب الشرقية محاصرة بأنياب الدبابات، بمخالب الطائرات، بثارات الميليشيات ومسكنات الغرب من التصريحات. حلب الشرقية فيها وحش الإرهاب الروسي الإيراني يقف على أسوارها، فيتقدم في محيط طريق الكاستيلو، يفترس معامل شقيف من بعد مخيم حندرات، في أحياء سليمان الحلبي، بستان الباشا، حيث حلب القديمة يقف الثوار بما يملكون من عتاد فيتصدون للوحش مرات بعد كل قتال. في داخل المدينة لا يراد للأحياء منهم أن يعيشوا، فجموع الجرحى تريد لهم روسيا أن ينزفوا حتى الموت بلا علاج أو دواء. مشافي المدينة تغرق في فوضى الدمار والدماء، والعالم من خارج حلب فيه عرب ينددون كما عرفناهم على العهد باقون، وفيه غرب ترأسه أمريكا تهدد من على المنابر بخيارات بديلة للضغط على الأسد. وفي تسريفات الغرف المغلقة تعرض على المعارضة المشاركة في انتخابات بمشاركة بشار الأسد، إنه أوباما ذلك الذي تفطر قلبه حلبا، فلا تعجبوا. وإذا كان ذلك موقف أمريكا، فما جدوى قرار فرنسا من هنا أو تصريحات بريطانية من هناك؟ فأوروبا خارج السكة على ما يبدو في قطار تقوده أمريكا بعجلات ووقود روسي. في ملفنا الثاني ننتقل من تدمير المدن إلى تهجيرها، من حلب إلى قدسية والهامة في ريف دمشق الغربي. اتفاق بالإكراه سيجبر الثوار على تسليم المدينة للنظام بعد سنوات من القصف والحصار. في شروط الاتفاق يبقى للأهالي إدارة المدينة، ومن يرفضه فعليه بالشمال، فهناك خزان تجتمع فيه المناطق المهجرة من داريا، الزبداني، مضايا وغيرها. يحصن النظام دمشق بحزام أمني واسع النطاق، ولا يخفى على ذلك الحزام الدور الإيراني في تفريغ المنطقة وشيعانتها كما تريد. التتم لها تفاصيل. أهلا بكم. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر إن بلاده لم تغلق الباب بالكامل على الروس، داعيا إياهم لاتخاذ إجراءات حقيقية لوقف ما يجري في سوريا. وسرب ناشطون تسجيلا صوتيا لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري يطلب فيه من المعارضة الاشتراك مع الأسد في الانتخابات. وتواصل روسيا قصفها لمدينة حلب بعد أن طال القصف عددا من مشافي الأحياء الشرقية للمدينة. التفاصيل الأوفى في تقرير لمحمد الدغيم. لا يملك هؤلاء المدنيون في أحياء حلب الشرقية وقتا ليتابعوا ما يقال عنهم في عدد من عواصم العالم العربية والغربية، لكن استمرارهم في الانشغال بما هم فيه يلخص لهم الحصاد السياسي. فالأمريكيون الذين قالوا إنهم على وشك تعليق محادثاتهم مع الروس لم يغلقوا الباب بالكامل حتى الآن، كما قال المتحدث باسم البيت الأبيض مارك تونر. وأشار الأخير إلى أن بلاده تنتظر من الروس إجراءات حقيقية لوقف ما يحصل في سوريا، لافتا إلى أن واشنطن بدأت بالبحث عن خيارات أخرى للحل في سوريا. لكن متابعين يشككون في جدية الإدارة الأمريكية التي دعا وزير خارجيتها جون كيري المعارضة إلى الدخول في انتخابات مع بشار الأسد بحسب تسريبات لناشطين سوريين التقوه مؤخرا. على كل لا تنفرد واشنطن في مهمة البحث عن خيارات أخرى، فوزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أعلن أن لندن إلى جانب واشنطن تنظر في بعض الخيارات كنوع من الضغط على روسيا، من بينها مقاطعة الشخصيات الرسمية البريطانية لروسيا. فرنسا هي الأخرى ليست بعيدة عما يجري، فبعد أن وزعت على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لإيقاف القصف الروسي في حلب، بدأ أعضاء المجلس إجراء مناقشة
أولى لمشروع القرار الذي يدعو إلى إعادة العمل بالاتفاق الأمريكي الروسي ووقف الطلعات الجوية للطائرات الحربية في سماء المدينة وإنشاء آلية لمراقبة الهدنة يشارك فيها خبراء من عدة بلدان من المجموعة الدولية لدعم سوريا. ورغم كل ما يخرج من الغرب من انتقادات لاذعة للروس، تخرج الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا لتحذر من عواقب قيام أمريكا بشن هجمات على مواقع النظام العسكرية، معتبرة حسب ادعائها بأن ذلك سيؤدي إلى تغييرات وصفتها بالمخيفة والمزلزلة في الشرق الأوسط. وتأتي تصريحات زخاروفا على خلفية تصريحات الإدارة الأمريكية التي أكدت أنها ناقشت الرد على روسيا بطرق غير دبلوماسية. وإلى حين قدوم الطرق غير الدبلوماسية بحسب ادعاءات واشنطن، فالمشهد الميداني على الأرض تجاوز حدود الهاوية وأصبح في قاعها، إذ يواصل الروس قصفهم لأحياء المدينة وقصف كل ما يمكن أن يقدم لإنقاذ الجرحى ومنها المستشفيات. آخر ما قصف منها مشفى شوق هلال في حي جب القبة بحلب، وبذلك يكون عدد المستشفيات التي خرجت من الخدمة خلال الأيام الأخيرة هو 3، أبرزها مستشفى الصاخور. تتزامن سيول القصف الروسي المدمرة مع حشود لقوات النظام وميليشياته الشيعية بقيادة قاسم سليماني على أطراف الأحياء الشرقية، وإذ يبلي الثوار بلاء حسنا في صد محاولات النظام المتكررة لاقتحام تلك الأحياء خصوصا في سليمان الحلبي وبستان الباشا، إلا أن النظام تمكن من السيطرة على منطقة معامل شقيف شمال المدينة إضافة إلى مشفى الكندي ومخيم حندرات قرب طريق الكاستيلو، وكذلك إصداره لبيان يطالب فيه الأهالي بالخروج من الأحياء الشرقية. وهذا مؤشر على أن الحراك السياسي الدولي ما هو إلا غطاء لتمرير الوقت، ريثما تتغير معطيات الأرض لصالح النظام وروسيا في مدينة حلب. سأناقش هذا الملف مع ضيوف الدكتور محمد سعيد الوافي الكاتب الصحفي ضيفي من واشنطن. مساء الخير دكتور محمد سعيد، وأيضا دكتور زكريا ملاحفجي مسؤول مكتب السياسي التجمع فاستقم الضيفي من غازي عنتاب. مساء الخير. سينضم إلينا أيضا علي ناصر الدين، هو كاتب محلل سياسي من باريس. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك سيد دكتور ملاحفجي، قراءتك الميدانية العسكرية لما يدور الآن لصالح من إذا أردنا أن نعكس ما يدور سياسيا؟ نعم أخي الكريم، الآن طبعا خلال أسبوعين الأخيرات شهدنا القصف وحرب الإبادة وذكرته في التقرير. الآن بدأ السعي للتقدم البري اللي هو اليوم، قبل يومين كان مخيم حندرات واليوم كان معامل شقيف، وأيضا كان نقاط الاشتباك كان دوار الجندول والبريج. صراحة يعني هذا التقدم في ظل كل ما يعني نراقب ونشاهد سياسيا، انسحاب الدور الأمريكي بشكل يعني عجيب جدا، تطاول الدور الروسي بشكل كبير جدا، الصمت القابع اللي الكل عم يتابعه الآن، هناك يعني معركة غير متوازنة على الإطلاق كبيرة جدا. بعد تمهيد بدأ هذا التقدم، هناك مواجهات، هناك استعادة وتقدم إلى آخره، لكن هذا الأمر بهذا الحال لا يكفي على الإطلاق. وصل يعني الدور الروسي لأنه يعني يهدد واشنطن حقيقي بأنه أي إجراء ممكن يتخذوه تجاه سوريا ممكن يوصل إلى كذا وكذا. للأسف هذا، هل هو يا هل ترى يعني تبادل أدوار، ولا هو فعلا هذا الدور الامريكي اللي اصبح فعلا هزيل وبعيد ومتراجع بشكل كبير؟ دكتور زكريا، لماذا لا نربطها بالتسريبات اللي خرجت من الخارجيه الامريكيه وعلى لسان جون كيري عندما اقترح على بعض الاسماء من المعارضه الدخول في انتخابات مع بشار الاسد، فبالتالي اذا عرف السبب بطل العجب.
تماما أخي الكريم. قبل أشهر في إحدى المفاوضات أيضا طبعا ذكر بعض الناشطين العاملين في المنظمات الإنسانية السورية، كان لهم لقاء مع جون كيري، ذكروا كيف أنه أنتوا إذا رح تتموا هيك يعني روسيا رح تحرق حلب حرق روسيا إلى آخر. هذا الكلام قبل أشهر بتصور وانتشر وأذاعته كثير من وسائل الإعلام. فعلا بكل اتفاقية بكل تفاوض بكل موضوع دائما الدور الأمريكي بيحاول يعزف على وتر أنه يعني استمرار الأسد أو حكومة أو بطريقة أو بأخرى يشير إليها بطريقة أو بأخرى. للأسف هذا الدور الضبابي والغير واضح ثم يعني صار واضح بشكل كبير جدا، صرنا نفهم نحن أنه هل هذا يعني التراجع هو انسحاب أمريكي ولا هو تبادل أدوار بين الروس والأمريكان. هذا الموضوع يعني صراحة كل التداعيات دول أوروبية اللي دعت فرنسا وغيرها إلى وقفة وإلى نظر، وآخر موقف كان موقف الوزير الخارجية البريطاني وإلى آخره. كله بيشير إلى أنه طالما الدور الأمريكي بهذا الشكل. لكن اللي أقوله أنه حان الوقت لأشقاء وأصدقاء الشعب السوري يكسروا هذه الخطوط الحمراء التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على تسليح المعارضة السورية. يعني أنا لأشقاء الشعب السوري فعلا يكسروا هذه الخطوط الحمراء اللي صراحة أصبحت جزء من المشكلة اليوم. هذا الإجرام عم يحصل من أجل خطوط حمراء وضعت لمنع أي تسليح، لمنع أي سلاح نوعي، لمنع أي مضاد طيران. كبلت يعني فعلا الأشقاء اللي كان ممكن يقفوا مع الفصائل الثورية الشعبية التي تقاوم حقيقي اليوم على أراضي السورية. فيعني بعد هذه المواقف صار فعلا لازم أنه أشقاء الشعب السوري يأخذوا موقف من هذه الخطوط، يجب أن نتلافاها ونقفز خطوة للأمام. دعنا نتعرف على القراءة الأمريكية من خلال الدكتور محمد سعيد الوافي. أهلا بك دكتور الوافي. يعني التصريح الأمريكي لا أعرف كيف يتم قراءته، ربما تفيدنا أكثر بهذا. عندما تتحدث الخارجية الأمريكية بأننا لم نغلق حتى الآن الباب بالكامل للمحادثات مع الروس حول سوريا، استبق هذا التصريح تهديدات واضحة أمريكية بأن هناك طرق أساليب للضغط على روسيا والضغط على نظام الأسد. لماذا يأتي هذا التصريح الآن؟ شد وربط يعني بالموضوع. والحقيقة أن الموقف الأمريكي بدأ متذبذبا منذ بداية الأزمة ولا زال مستمرا في التذبذب. الموقف الأمريكي لم يمتهن لا الطريق الدبلوماسية ولا الطريق العسكرية. الطريق الدبلوماسية يطغى عليها سيطرة الموقف الروسي وفرض أمر واقع على الأمريكان، ليس فقط في سوريا بل وكذلك في القرم بل وكذلك في العديد من المواضيع الخلافية التي تواجهها الولايات المتحدة أو إدارة الرئيس باراك أوباما بالأحرى مع بوتين أو مع إدارة مع الروس. ماشي. بالتالي الموضوع السوري الآن يتحول إلى موضوع نعم هل تسمعني؟ نعم أنا أسمعك دكتور، لكن بالمقابل إذا كان باراك أوباما تسمعني أنت دكتور وافي؟ نعم الآن أسمعك جيدا. طيب إذا كان باراك أوباما يريد أن ينهي إدارته من غير أي تدخل بري عسكري أمريكي في أي دولة من الدول، باراك أوباما يحاول في إدارة أن يحل السلام في العالم، لكن بالمقابل لا تتوقع أن تكون هذه ضربة دلالة على الضعف الأمريكي التي سيتركها باراك أوباما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم هو لو سمحت لي من خلال التحركات الأمريكية الأسبوع الماضي في إرسال حوالي 600 جندي بين قوسين يسمون بالمستشارين أو الخبراء إلى العراق، جاءت هناك عبارة على لسان وزير الدفاع الأمريكي قال فيها بأنهم أن الولايات المتحدة تحتفظ بحق الدفاع عن جنودها ومحاربة داعش في العراق
وما بعد العراق وما بعد العراق. هذه العبارة تدل أن الاستراتيجية الأمريكية طويلة الأمد في محاربة الإرهاب لا تستثني الرقة ولا تستثني التدخل في الأراضي السورية لمحاربة داعش، لكن موقفها من المصالح الروسية على وجه التحديد التحالف الروسي مع النظام السوري، بل وتولي روسيا زمام المبادرة في داخل السوري جوا وأرضا الآن بالمساعدة الإيرانية أو باستعمال القوات الإيرانية والمستشارين الإيرانيين والجنود الإيرانيين وحزب الله وغيره من القوى في المنطقة، يترك واشنطن أمام خيارين اثنين، وهي قراءتي أنا الشخصية. إما أن تكون واشنطن بالفعل تريد الانكفاء على الذات في سياسة شاملة استراتيجية أمريكية تقتضي بالانطواء على الذات والاهتمام بالمشاكل الداخلية الأمريكية والاهتمام بمصالح الولايات المتحدة، ليس الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط بل المصالح العامة المصالح الداخلية. والقراءة الثانية تقول أن الولايات المتحدة تجر رجل روسيا إلى المزيد من الانخراط في سوريا، وهي المصيدة التي وقعت فيها الولايات المتحدة في العراق وكلفتها أثمان باهظة. طيب روسيا ماشي. الآن تزداد تطلعاتها الجوية ماشي. يزداد انخراطها ماشي. نعم يعني دعني فقط أكمل الفكرة من فضلك. تفضل. يزداد انخراطها، وبالتالي نلاحظ أن حتى التحالفات في المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية الآن ليست بتلك التحالفات الرائعة. المملكة العربية السعودية الآن والولايات المتحدة في خلاف، هذه علامة استفهام كبيرة. هل يكون هناك تحرك في المنطقة باستقلالية تامة عن الولايات المتحدة وضدا على المصالح الروسية وضدا على هذا التحالف الروسي الأمريكي الخفي، أم أن المسألة كلها تبقى بيد الشعب السوري، بيد القيادات السورية، بيد السوريين بعضهم البعض، ولا أستثني النظام والحالة هذه. طيب ماشي. عندما أقول السوريين بعضهم البعض صحيح. لا أستثني النظام، لأن النظام الآن صحيح. يكسب المعركة على الأرض. طيب ماشي. لكن يعني هذا يفتح لنا الباب. وقبل ذلك أرحب بك أستاذ علي ناصر الدين، كاتب محلل السياسي، ضيفي من باريس. تحدث ضيفي من واشنطن بأنه يعني هل من الممكن أن يكون هناك تحرك بشكل منفرد بالنسبة للسعودية؟ والسؤال الآن، هل من الممكن أن يكون هذا المشروع أو القرار، مشروع القرار الفرنسي، هو بشكل منفرد بعيدا عن الموافقة الأمريكية أو المباركة الأمريكية، أو وماذا تتوقع لهذا المشروع؟ توقع له النجاح أم لا؟ بالنسبة للتحرك السعودي، إذا كان بالإمكان تحرك السعودية بشكل منفرد بعيدا عن أي قرارات دولية أو أي تحالف دولي وخصوصا مع الولايات المتحدة، أستبعد هذا، لأن السعودية الآن هي في حال مواجهة ولو غير مباشرة مع إيران في اليمن، وهمها الأول بالطبع هو اليمن، مع الهم الكبير الذي هو أيضا سوريا. أما بالنسبة للولايات المتحدة في الوقت الحاضر، أنا لا أرى أي تحرك مجدي من قبل الولايات المتحدة، حتى ولو كان هنالك ضغط فرنسي في مجلس الأمن لإصدار قرارات بخصوص سوريا، ولكن حتى ولو وافقت الولايات المتحدة، ولكن سيكون هنالك بالطبع الفيتو الروسي الذي سيجعل هذا القرار إحدى القرارات التي تذهب في مهب الريح. الوضع معقد جدا. الابتعاد الأمريكي عن المنطقة بهذا الشكل، فعلا الشكل المخيف، وتحت إدارة أوباما، إذا كان أوباما طول هذه المدة لم يفعل أي شيء، فليس من المنتظر أن يفعل أي شيء في أيامه الأخيرة. طيب. وأعتقد أن الروس لن يعطوا الأمريكيين أي ورقة في الوقت الحاضر، ويحتفظوا بأي محادثات أو أي مفاوضات مع أمريكا مع الرئيس القادم، وهم يرهنون بالطبع على
طيب لو خصصنا الحديث استاذ علي علاقة ماشي استاذ علي غزل بين ترامب صحيح صحيح لو خصصنا الموضوع على مشروع نعم. القرار الفرنسي الذي تطالب فيه هو توسيع المراقبين على الهدنة يعني ليست فقط هي من اختصاص امريكا وروسيا هناك دول أوروبية ممكن تدخل دول عربية ممكن تدخل فبالتالي يعني هذا ربما يكون بالتوافق الأمريكي لكن كيف ستكون ردة الفعل الروسية التي هي من تهدد أو ردت على تهديد أمريكا بتهديد آخر أنا كما قلت أنا لا أعتقد أن روسيا الآن ستبيع أي ورقة في يدها إلى لا إلى أوروبا ولا إلى الولايات المتحدة في الوقت الحاضر روسيا ستستغل الوضع القائم وستكمل الجرائم التي ترتكبها في حلب وهذا من الطبع الروسي عندما تدخل روسيا الحرب وكما قال أعتقد أن الأمريكان ولو كانوا غير منغمسين فعليا وكثيرا فيما يحدث الآن في سوريا ولكن من الممكن جدا أن يكون يريد أنهم يريدون انغماس روسيا أكثر فأكثر في الوحول السورية كما انغمسوا هم كما قال زميلنا من الولايات المتحدة من واشنطن وكما انغمست سابقا وكما انغمس الاتحاد السوفيتي سابقا في وحول أفغانستان إذن ليس الموضوع الآن هو هل بإمكان الولايات المتحدة أن تفعل شيئا أو لا القرار الفرنسي ممكن أن يمر في مجلس الأمن ولكن سيواجه بالفيتو الروسي وإذا لم يواجه بالفيتو الروسي فروسيا في تحركاتها في سوريا لن تأبه كثيرا لأي قرار ليس من مصلحتها أن, 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 أن تلتزم به طيب دكتور زكريا بالمقابل في ظل هذه كل هذه التداعيات السياسية نلاحظ بأن النظام بيستغل هذه المواقف يقوم بتحذير الأهالي بالأحياء الشرقية عليهم الهجرة من هذه المناطق هذه نقطة أريد ردة قراءتك عليها وبعد ذلك طيب الآن الجميع يتحدث أو ضيفاي ربما اتفقا بأن أمريكا الآن تريد جر قدم الروس أكثر إلى سوريا لكن إذا ذهبنا إلى الميدان عسكريا نلاحظ بأن الروس مرتاحين هناك إيران تدعم هناك ميليشيات شيعية هناك ميليشيات نعم عراقية تفضل نعم نعم الروس دور في سوريا الدور الأساسي المتركز والآن اللي شايفين اللي عم يصير بحلب هو سلاح الطيران عبر مطار حميميم والقاعدة البحرية وعم يتم قصف يعني عنيف جدا واضح اللي عم يصير المواجهة اللي على الأرض كلياتها من خلال ميليشيات موزعة أكثر يعني اليوم في حلب في حوالي أكثر من 10 ميليشيا طبعا في سوريا في أكثر من 23 ميليشيا إضافة للقوات الإيرانية اللي كانت أكثر من مكان نعم. والكل تابع ذلك يعني بتصور ما كثير يعني بعدين بالنسبة للروس والغطرسة الروسية معروفة يعني يريد أنه هو عم يحقق إنجاز هو عم يدمر هو إلى آخره هو عم يلجم دول العالم مستغل طبعا هذا الانسحاب الأمريكي من أنه فعلا ياخذ دور وما بتوقع على الإطلاق في فترة أوباما يكون في دور بالمطلق اللي باقي تقريبا 100 يوم إلى آخره فهو مستغل وماشي وموسى قالوا معروفة الغطرسة الروسية بهذا الشكل فما في ما بتصور يعني في العراق كان في أمريكان على الأرض عموما الروس في سوريا هو دوره في سلاح الطيران بعيدا عن أي إشكال عم يقصف ويدمر والميليشيات هي اللي عم تحاول تأخذ مواقع وتتقدم وما بتصور على الإطلاق أنه يكون يعني سواء المشروع الفرنسي أو غيره ينجح إذا ما كان هناك دور أمريكي أوروبي حقيقي فعلا من أصدقاء الشعب السوري هناك وقفة حقيقية ما بتصور على الإطلاق كسوريين وكفصائل وشارع سوري عم يسعى بجهوده ولملمة صفوفه ولا آخره هناك طبعا عبء كبير وحمل كبير جدا يعني ربما أكبر من طاقات الفصائل وإمكاناتها وقدراتها وهي فصائل يعني شعبية وطنية منبثقة من الشارع ليست فصائل يعني مؤسساتية احترافية لكن مع ذلك هناك سعي كبير
للمواجهة وكسر الحصار، وهناك إرادة جيدة حقيقة يعني. لكن بالمقابل هناك مشكلة إنسانية في حلب عم تتفاقم بشكل كبير جدا. ذكرت في التقرير أنه آخر ثلاث مشافي اليوم حتى حاول يدمر قبل عدة ساعات، حاول يدمر مشفى الزرزور اللي هو المشفى المتبقي في حلب، اللي الناس يعني تقريبا يعني اللي عم تلجأ له المكان الوحيد اللي ممكن. ففي سعي ممنهج ليدمر كل شيء ممكن يمد لاستمرار الحياة الطبيعية في داخل حلب. استهدف القوافل، استهدف محطات المياه، استهدف المشافي، المخازن إلى آخره. ماشي. فسحق وإبادة حقيقية من أجل أنه يصير في حالة تعب وتقدم هذه الميليشيات. هاي السياسة اللي عم يشتغلوا فيها يعني. لا، المشكلة دكتور يعني بعد هذا الحديث دكتور الوافي، المشكلة لا تتوقف هنا فقط. هناك الغطرسة الروسية بتزيد عندما تتحدث بأنها تحذر من عواقب قيام أمريكا بشن هجمات على مواقع النظام العسكرية، معتبرة بأنها ستؤدي ذلك، يعني روسيا ستقوم بتغييرات وصفتها بالمخيفة في الشرق الأوسط. طيب إذا كانت أمريكا تريد جر روسيا أكثر في سوريا، لكن بالمقابل حتى القرم خسرتها الولايات المتحدة الأمريكية. هناك لا يتفق، هناك بعض المحللين لا يتفقون معك نعم. بهذه النقطة. نعم فضل. بكل تأكيد. لا 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 لا، هما كثير من المحللين لم يتفقوا معايا في عدة مناسبات. المحللون كانوا يقولون بأن الهدنة هشة، وأحسن ما يكون في هدنة، أحسن يكون في ذبح وقتل وبرامل متفجرات وقصف المستشفيات، خليهم يفرحوا وينبسطوا الآن. لا، المحللون هادو مثل الشعراء يتبعهم الغاوون. طيب. أنا أتحدث الآن عن واقع الأمر. واقع الأمر أن النية الروسية توضحت، النية الروسية ظهرت اليوم فقط، ظهر بأن روسيا بدأت تتحدث عن أوراقها الخفية. ما هي أوراق روسيا الخفية؟ تقول بأنها ستقلب الوضع في الشرق الأوسط. ما هو هذا الوضع؟ أبار النفط في المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات والكويت، ما هو هذا الوضع الذي ستقلبه؟ من ستدعم؟ من ستهاجم؟ هل هو إطلاق يد إيران في المنطقة؟ ما هو هذا التهديد الروسي ضدا على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط؟ هل تريد أن تزاحم الولايات المتحدة في منطقة الخليج؟ ثم ما هو الدور الاستراتيجي أو الدور الجيوستراتيجي لسوريا في المنطقة الآن؟ علينا أن نسأل هذا السؤال. لماذا يتشبث الروس بنظام بشار الأسد كآخر موطئ قدم لهم في الشرق الأوسط؟ لماذا؟ هل هو للحفاظ على فجوة من طرطوس، أم هو الحفاظ على تواجدهم في منطقة متوترة ومنطقة غنية؟ ما هو هذا الدور؟ هنا يأتي الجواب الأمريكي، يأتي الجواب الأمريكي مقابل الدب الروسي. الدب الروسي يفكر بالقوة، يفكر بالغطرسة، وهي الآن تقول له تفضل، يعني أنت الغالب، بوتين يحب أن ينتصر وهو الآن ينتصر، لكن هذا الانتصار مشروط بالوقت، مشروط باللوجستيات، مشروط بالمدى استمرار على المدى البعيد. الذي يدفع الثمن صحيح هو الشعب السوري، هم الجرحى والقتلى واليتامى والأرامل، هؤلاء يدفعون الثمن. لكن أمريكا وفي استراتيجيتها، أنا أرى بأنها على الأقل من الناحية البراغماتية ومن الناحية الميكافيلية الشخصية الأمريكية، هي تسير الآن بنهج جيد جدا. هي تجر روسيا إلى الانخراط أكثر، إلى المزيد من المصاريف، إلى المزيد من خلق أعداء داخل الشرق الأوسط. لا تنسى بأن السعودية هي مع الشعب السوري، قطر هي مع الشعب السوري، الشعوب العربية هي مع الشعب السوري، وروسيا ضد الشعب السوري. لاحظ معي أن أمريكا تقطع الطريق على أي دور روسي في منطقة الشرق الأوسط على المدى البعيد. طيب على ماشي. الأقل شعبيا ماشي. على الأقل شعبيا أنت لا تتصور الآن. ماشي، أنا أؤيد هذه النقطة، أن روسيا ستعود. ماشي، أنا أؤيد هذه النقطة، لكن في حال بأن لا تكون، من المفترض أن لا تكون بالمقابل روسيا إذن أن تكون هي طرف في الحل، إلا إذا ما كانت روسيا الآن هي الحل بكامله. اسمح لي أن أذهب فقط إلى أستاذ علي ناصر الدين. أستاذ علي ناصر الدين، هناك من يصف التصريحات الأوروبية والبريطانية والأمريكية هي عبارة عن مسكنات، هذه المسكنات هي لفترة زمنية تستطيع فيها روسيا يعني قصف كل حلب وتسليمها لنظام الأسد. تؤيد من يقول ذلك أم لك قراءة مختلفة؟
أعتقد أنه أمام هذه البشاعة التي رآها المجتمع الدولي في حلب والقصف الروسي الذي لم يستثني لا المشافي ولا القافلات الإغاثة ولا المدنيين ولم يستثني أحدا، وأمام الصور المرعبة التي رآها المجتمع الدولي، هذه البلاد مهما قلنا عنها فهي بلاد المسؤولون عنها يخافون من ردود الفعل الشعبية. هنالك عطف كبير شعبي إن كان في فرنسا أو في أوروبا، وأعتقد أيضا أن هنالك عطف شعبي كبير في أمريكا. بالنسبة لفرنسا وأوروبا القدرة محدودة على فعل أي شيء خارج الإرادة الأمريكية وخارج عن التحالف الأمريكي الأوروبي لفعل أو للوقوف في وجه روسيا وما تفعله في الشرق الأوسط. بالنسبة لأمريكا هنالك اتفاقيات حصلت بين أمريكا وبين إيران، تعهدت بموجبها إيران أنها ستضمن الحدود الإسرائيلية إن كان من لبنان أو من سوريا، وبالتالي هذا هو الهم الأمريكي الأول كان وقد حققته، وهو الآن الحدود اللبنانية الإسرائيلية والحدود السورية الإسرائيلية مضمونة من النظام السوري ومن حزب الله الذي يقاتل بأمرة إيران في سوريا. ما عدا ذلك القدرات الأوروبية ستكون محدودة جدا في الوقوف أمام الدب السوفيتي أو الدب الروسي الذي يفعل ما يفعله في سوريا دون أن تتدخل الولايات المتحدة بشكل جدي أكبر. يعني إذا تتفق كل هذه أستاذ علي ناصر ربما مع الذين يتحدثون بأن هذه التصريحات عبارة عن مسكنات تعتذر للمقاطعة إلى لا يمكن الاتحاد الأوروبي أو فرنسا أن يقوم باتخاذ أي قرار دون موافقة أمريكية، لم يبقى لدي وقت، تسمح لي أن أشكرك. هي جدية إذا ممكن، هي نعم. جدية ولكن ليست مسكنات نعم. هي جدية على الأقل، هنالك رأي يقال. شكرا لك أستاذ علي ناصر الدين الكاتب محلل السياسة ضيفي من باريس، الشكر الموصول للدكتور محمد سعيد الوافي الكاتب الصحفي ضيفي من واشنطن، شكرا لك دكتور زكريا ملاحفجي مسؤول المكتب السياسي التجمع فاستقم ضيفي من غازي أنتاب. نذهب إلى فاصل أيها الأخوة.